جينا اليوم في هذه الوقفه احتجاجيه امام المقر ديال هذه الشركه. هذه الشركه ما تحترمش الوكيل ديالها، ما تحترمش لا الدستور المغربي، ما تحترمش لا القوانين ديال اللي وضع البلاد واللي وضع بنك المغرب على مع الوكالة ومع وكالة تحويل الأموال. عندنا الشركة مع مشاكل عديدة ومتعددة لسنوات، والنقطة التي أفرضت الكأس، الشركة جات فرضت لنا واحد العقد في بداية السنة، عقد إذعان فرضوا علينا، اللي ما بغاش يفسخ هذا العقد هذا تيفسخوا معاه، وعدة عراقيل. ثانيا بداو تيعطلوا علينا الأرباح ديالنا ولي كوميسيون، واخذين شيكات بدون ضمانة مع أغلبية ديال الأصدقاء، قطعوا السيستيم على بعض الإخوان المناضلين اللي تيتسميوا الجمعيات والفيدرالية اللي أسسنا. المهم أغلب المشاكل بدات من الشركة الأم، لأنها ما تتراعيش المصالح ديال الوكالة ديالها، بينا كبرات وبينا بطرد نحن الأولين، بدات تستميل الآخرين الجدد بعقود ضعيفه وضعيفه باش تاخذ الغله كلها ليها، لان الناس ضحوا معها عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين، حتى كتبقى شركه فتيه وصغيره، ما ترميو الان من كبرات وتوغلات، لان تتجاوز قوانين لا اللي وضع المغرب ولا بنك المغرب ولا اي من هذا المنبر، او من هذا المنبر تنوجه طالب للمسؤولين، الوزير الحكومه السيد عز اخنوش، الولي بنك المغرب، جميع الصاهره، وزير الماليه، جميع اللي عندهم علاقه بالقطاع ديال الماليه يدخلوا يفكونا مشكل مع هذه الشركه الظالمه، لان ولات تطغى بتكون حقوقنا وسدت على الناس، قطعت عليهم السيستيم، حرمت وليداتهم. حنا بداو تنجمعوا هنا اليوم شحال ديال الوكالات، هذو كلهم ارباب عمل، وكاين عنده كاين مشغل مع 3-4 ديال الناس. انا تنمثل تقريبا 400 عائله هنايا، قرابه 400 عائله تشوفوا الامام ديالكم. المهم حنا ما تنطالبوا والو، تنطالبوا مع الشركه توقف معنا الحوار وتحفظنا نقط الحروف وتحترم القوانين الماليه والدستوريه، وحنا معاها بتهرغ القوانين. راه كاين بلاد فيه دستور وفيه ناس تحمي الحقوق، وراه بلاد الحق والقانون تحت رعايه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. حنا خويا المشكل عندنا مع هذه الشركه هو اننا بدينا معها من الاول منين كانت صغيره، وكان الشعار ديالها هو نكبروا جميع. فعلا كبرات، هي كبرات، وبدينا حتى حنا كنكبروا معها واحد شويه، فاش حسات بينا بدينا كنكبروا حتى شويه بغات تصغرنا. اش دارت؟ باش كتبتزنا، كتجي الا كنتي كتشيفري مزيان كتحط لك اون اجونس حداك، وباش كملوها وجملوها كيفرضوا علينا خويا، كيفرضوا علينا في خرق سافر للقانون اننا نعطيو الشركات على سبيل الضمانه، وعندنا الشهود من جميع يعني انحاء المغرب. لا هو في الاخير فالمواقف صيفطنا واحد العقد، عقد من طرف واحد، عقد اذعان صيفطوه لنا، قال لك سنو صيفطوه لنا. حنا شفنا داك الشيء ما عجبناش، قلنا لهم هذا الشيء ماشي هو هذاك. جمعنا في شكل جمعيات ومن بعد فيدراليه، راسلناهم المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، ما بغاوش يقسموا معنا. راسلنا السيد رئيس حكومه، السيد والي بنك المغرب جوج المرات، حتى هما ما هضروش معنا. ما بقى لنا غير الشارع، هذه الوقفه الثالثه ديالنا اللي كنوقف فيها، وان شاء الله حنا وين الا ما كانش غادي نحولوا الاعتصام مفتوح، لان الا ما كانش راه هذا هو الحل اللي عندنا. وكيبقى لنا يعني ديوان صاحب الجلاله نصره الله، والذي هو اللي ضامن الحق في البلاد هذه، اننا نمشيو عنده، هو اللي ما غاديش يضيعنا. اما المسؤولين كاملين اخويا درنا عليهم بواحد بواحد. حنا اش كنطلبوا؟ كنطلبوا الجلاس. واش انت الشركه قداش ما بقاش تجلس مع الناس؟ اش تجلس معايا؟ على الاقل اللي تجلس معايا معنا. واش 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 مدير ديال الشركه قداش ما عرفش كيشد، ما بقاش تجلس مع الناس؟ ما بقاش تجلس مع الناس؟ هذا راه عيب، هذا عار. حشومه، راه وصلنا لواحد المستوى. واش هذه شركه مواطنه؟ انا عندي جوج بنات خدامين في لاجونس، ولا كنخلصهم من جيبي دابا. نوقفوا عليه السيستم. ماشي معقول، هادشي ماشي معقول. دونك هذا نداء للمسؤولين، يضغطوا عليهم، يضغطوا على هاد الناس هادو، يجلسوا معنا. واش مازال ما فهمتش انا؟ يجلس اصاحبي، يجلس معايا، نحل معاك المشكل. هادشي اللي كاين اخويا.